الشبيبه ستلعب بضغط عالي للفريق الايران. الانطلاقه من جانب فريق شبيبه القبائل يطو باستلام ان يتحصل على الكاس كمدرب. رباعي التحكيم خيره ما انجب التحكيم الجزائري عبيد شرف الحكم الدولي عبيد شرف مهدي بمساعده اتشالي عبد الحق. نشوفوا انه بدون شك اللاعب واحد اللي موجود في دقة التحديات هو وزيري حمار. يوسف وزيري على راس العارضة الفنية لفريق مسعود، تحية لك ولضيفك مسعود. دقيقة صمت ربما اسماعيل ميلودي. شكرا.